بزميل محمد سعيد بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت عارف طبعا امير، يمكن ايام يمكن هامه جدا بتمر على النادي الاهلي، على جمهور النادي الاهلي، امور يمكن ان شاء الله كلها تصب في مصلحه قطاع كره القدم. اجتماعات يمكن قويه جدا مستمره من يوم الخميس، وزي طبعا ما الكابتن محمود الخطيب او البيان بشكل عام الخاص بمجلس الاداره قال ان هتكون في جلسه مستمره. اليوم هو يوم السبت، وهي ثاني جلسات مجلس الاداره اللي فيها قرارات هامه جدا بينتظرها اكيد كل جمهور النادي الاهلي واعضاء للنادي الاهلي، خاصه طبعا بفريق كره القدم. وبناكد طبعا على كلامك امير وعلى الكلام طبعا الخاص بالاخفاق في البطوله الافريقيه. يمكن كعاده النادي الاهلي وكعاده البطل لابد طبعا يكون في تركيز كبير خلال الفتره القادمه، لابد يكون في غلق يمكن تام للصفحه الخاصه بالبطوله الافريقيه، لكن في نفس الوقت لابد يكون في معالجه يمكن هامه وسريعه باسرع وقت لكل الامور اللي ادت طبعا لهذا الاخفاق. يمكن الجهاز الفني، لعيبه النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي كمان برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الكل يمكن اشتغل بشكل كبير جدا خلال البطولة الماضية، خروجنا فيها المباراة النهائية ومباراة العودة كمان. يمكن أمر بيكون محزن كالعادة طبعا على جمهور النادي الأهلي، لكن إن شاء الله زي ما بنقول ثقتنا كبيرة في كل اللاعبين، في الجهاز، في مجلس الإدارة، إن هو يكون في إجراءات قوية جدا وأيضا كمان قرارات هامة جدا تصب في مصلحة قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي. النهاردة يا أمير يمكن في البداية صباحا أول من حضر هنا لمجلس إدارة النادي الأهلي أو النادي الأهلي بشكل عام هو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، تواجد صباحا في الساعة 10:30 مباشرة. يمكن شفنا كابتن حسام تواجد في جلسه منفرده مع كابتن محمود الخطيب، تباعا شفنا الكابتن محمد فضل ايضا كمان في نفس الجلسه الخاصه بيه الكابتن محمود والكابتن حسام غالي وايضا كمان محمد فضل تباعا. المهندس عادل القيعي تواجد ايضا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد كمان داخل مكتب مجلس اداره النادي الاهلي. اخيرا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا كمان تواجد. كل الاجتماعات دي امير كانت قبل اجتماع مجلس الإدارة اللي بدأ فيه الساعة 5، لكن كان في اجتماعات منفردة. واضح جدا طبعا ان المهندس عادل القيعي يكون له دور خلال الفترة القادمة. الكابتن سيد عبد الحفيظ من خلال تواجده والجلسة الخاصة مع الكابتن محمود الخطيب ايضا كمان سيكون له دور هام جدا في قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. الساعة يمكن 5:15 أو 5:10 تواجد جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لهذا الاجتماع الهام جدا اللي هيكون فيه أيضا قرارات مهمة جدا بينتظرها كل جمهور النادي الأهلي استكمالا للجلسة الأولى. يمكن بجانب الحضور اللي احنا قلنا عليه أمير، سواء المهندس عادل القيعي أو سواء كابتن سيد، يمكن كل الحضور اللي كان متواجد هيكون فيه قرارات أيضا كمان بجانب هؤلاء الحضور. يمكن لسه لحد دلوقتي ما نقدرش نقول، أنت عارف يا أمير كل يمكن جمهور النادي الأهلي بيحب أن هو يتابعنا وياخد مننا المعلومة الصحيحه. في اجتهادات كبيره جدا خلال الفتره الماضيه، تكهنات طبعا لكل زملائنا الصحفيين على مين هيكون موجود مدرب عام، مين هيكون مدير الكره، مدير التعاقدات، امور كلها طبعا خاصه بمجلس اداره النادي الاهلي. والوحيد طبعا الذي يبث في هذا الامر هو مجلس اداره النادي الاهلي بقرارات تصدر من داخل المجلس مع المتحدث الاعلامي طبعا لمجلس الاداره وهو الدكتور شريف فؤاد. لكن باكد لك الحضور اللي كان متواجد النهارده هيكون له دور خلال الفتره القادمه في قطاع كره القدم، واحنا طبعا كان في انتظار مجلس الاداره ان هو يكون اتخذ اجراءات مهمة جدا وقرارات مهمة جدا تفيد قطاع كرة القدم وتطمئن كل جمهور النادي الأهلي اللي بينتظر هذه القرارات الهامة جدا من خلال شاشتنا، شاشة قناة النادي الأهلي. كالعادة أكيد يا أمير هنكون مستمرين معاك، زميلي محمد سعيد هنكون مستمرين معاك أيضا في تغطيتنا الخاصة على مدار طبعا الساعات القادمة. يمكن الاجتماع الأول اللي بدأ من الساعة 5 يوم الخميس يمكن وصل الساعة 12 يمكن مساء، خمس ست ساعات طبعا كانت بتفصل اجتماع مجلس الاداره عن القرارات الاولى. النهارده كمان من الواضح ان ممكن اجتماع يمتد شويه، لكن مش هنوصل اكيد للساعات المتاخره لان خلاص يمكن كلها بتتخذ قرارات في قطاع كره القدم. الاجتماع الاول طبعا زي ما انت عارف كان في بعض القرارات الخاصه بالجمعيه العموميه وايضا كمان سفر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي اكيد يا امير من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي بنتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، رغم التعب ورغم الارهاق الكبير جدا اللي بيمر على الكابتن محمود، لكن عنده هدف كبير وهو تصحيح المسار للنادي الاهلي. النادي الاهلي امامه، ثم بعد كده طبعا الحاله الصحيه، ويمكن ده طبعا اللي بنأسفه للكابتن محمود الخطيب ان هو وضع الحاله الصحيه طبعا في المركز الثاني. هدفه الاول والاخير هو مصلحه النادي الاهلي ومصلحه قطاع كره القدم. كل الدعم للنادي الاهلي وكل الدعم لمجلس الاداره، ان شاء الله باذن الله هذا الاجتماع يكون فيه قرارات هامه جدا تصب في مصلحه النادي الاهلي ومصلحه كره القدم بالنادي الاهلي. برجع لك يا امير وبرجع لزميلي محمد سعيد وانا معاك لو فيها استفسارات. طبعا يعني بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. يعني انت